في فيديو يا اما الواحد يصور راسو كيعطي الدم يا اما كيصور راسو كيلوح عليه يصطاد الماء مثل الجبال. وتحديت في فيديو حنا فاضلين اللي دارتها اليوم اللي بالصباح في الدار البيضاء، تحديت هذا المالح، تحديت فان اللي دارتها هو، تحديت ديزيدروس اي شكون تحديت الاخر، خمسة الناس اللي تحديت. شكون باقي؟ شوميشا مشات تبرعات بالدم ديالها البارح في الصباح، مشات هي اللي مشات دارتها. والتحدي غالي حيت فاش تحديت فان تحدى بيك، وبيك تحدى الوزير محمد بوزين، وتحدى حسن، وهادشي غالي. والناس كيتحدوا بعضياتهم، الناس اللي كيتفرجوا في هادشي كامل كيمشي ويعطيو تحرم الدم، حيت الهدف هو هذا. الهدف هو ماشي يصطاد الماء مثل الجبل. هذاك دارت في امريكا واحد الاسوسياسيون واحده اخرى، حضرنا في المغرب على قبل الدم حيت كاين خصاص في الدم، وان شاء الله يكون خير والدم يقوى ونتعاونوا. هاد القضيه اللي داير واحد يجي يعطي الدم تكون بطريقه مستمره. انا ثالث مره غنجي نديرها هنايا، ما فيها حنا بخير، دوك الواحد يمشي يتبرع. انا تحديت بدو الزكي، تحديت سعيد مسكير، تحديت عبد الواحد الشمامي، وتحديت الدوزي، ودابا تا هما خصهم يتبرعوا بالدم ويكبوا على راسهم بالماء. بجوج حيدة هنا بجوج هما يديروها. ايوا الحمد لله دابا كلنا خصنا نتبرعوا بالدم، والناس الاخرين كتعرفوا بين محتاجين. ما تمكنش بينا السبيطارات ديالنا في المدن الكبار ما عندهمش الدم، هي كلشي غيموت. ها اللي محتاج الدم ما يلقاهش، وخصوص باش يكون فابور هاد الدم. انا كنعطي الدم فابور، ايوا مي غيحتاجو الناس الدم عطيوه فابور، هادي هي مهمه. ماشي غير حنا غنعطيو الدم فابور وانتم غتجيو تبيعوه. باش نقول لك دار الدوش والجاكوزي هو جاي من الجبل كيكب عليه سطول سي نورمال. هادي رساله لمن؟ للبيك. قول له انا اصل الماء ما عرفتش نديرو. علاش؟ حيت انا هو باش كنغسل ديما، حيت انا عرفت الجبل سي حزين البيك مولع بالجاكوزي مولع بالدوش جاهز للمغارب. راس الماء هو لاكو هي لا تراديسيون. انا كنتحدى الناس اللي عزاز عليا، وغادي نبدا بسي حسن الفت، وغادي نبدا غادي نتبعو بيسيو اللي مكانش يكون بوحديتو. مادام انه تحفنا بالكوب اذا خاص الكوب اللي غادي يضم، اذا خاص الدنيا بوتازون ايضا تحفتي الدم. ثم غادي نمشيو بما اننا هضرنا على شكل الفنانه، غادي نمشيو بجوج ديال الرياضيين. الو الرياضي الاول اللي غادي نمشي ليه غادي نبغي يعطي الدم عند هو سي كريمو. علاش كريمو؟ لانه راه في واحد المجموعه ديال الانشطه، ف كان عنده واحد الاهتمام بالشباب الى اخره كما يحقق الصدى. ثم ايضا ودينا السيد رئيس الجامعه السي فوزي القجع، ايضا التحدي كان كنوجه عليه انه فعلا يشارك ويحقق معنا في هذا.